بعد الجولة الأخيرة في الدوري يوم الأحد مع نادي إشبيلية، وحتى الآن لابورتا مصمم على إقالة تشافي ولا يريده. غريب جدا، يقال إنه لا منافس لهانزي فليك سوى رافائيل ماركيز مدرب اللاماسيا. يأمل بعض أعضاء مجلس إدارة نادي برشلونة أن يكون رافائيل ماركيز زي غوارديولا ولويس إنريكي مدرب اللاماسيا ثم الفريق الأول، ثم يحقق لهم لقب دوري أبطال أوروبا. ولكن والله يا ناس، أنا شايف تشافي هو أفضل خيار موجود، هو اللي طلع هدول الشباب، هو اللي اختارهم، هو اللي طورهم، وهو الأدرى بأسلوب برشلونة، وهو الأحق بالثقة. ثم بالنسبة لتصريحاته، الرجل قال الحقائق حتى لا يتوهم العالم في الخيال وتتحطم احلامه. فلا من البدايه خلينا ننسى على نور وننسى النادي اللي بنحلمه عليه. امرك يا لابورت، انت طلعت في مؤتمر قبل شهر واعلنت الثقه لتشافي وقلت انه هو يمثل مشروع النادي واعطيته الكثير الكثير من المدح والثناء. اتقيله الان لتصريح وليس لنتائج او اداء؟ الجماهير طبعا بها الكيل وهي تشاهد النادي يعامل الاساطير بسوء واحد تلو الاخر، من سواريز الى ميسي الى رونالد كومان والانشا. شفنا الجماهير في مباراه رايو فايكان، مباراه كانت رائعه لبرشلونه فاز بها بالثلاثه، ولكن شفنا الجماهير تهتف لابورت وتطالب ببقاء تشافي وبخروج لابورت نفسه. ولعت بين الجمهور والاداره وجل الصحفيين في صف تشافي كذلك. تشافي بدوره خبيث ثم يكون في ملعب لابورت وقال انا بدي اكمل الموسم القادم وانا على استعداد لذلك، والذي لم يخبرني بعكس ذلك. يعني لو حدث انفصال فلابورت هو المسؤول الاول والوحيد. ولحظه شوي، انا برايي مسيره تشافي مع برشلونه لم تكن فاشله. تشافي ربح الموسم الماضي بسكواد ضعيف جدا وصنع منه اقوى منظومه دفاعيه في القاره كلها. تشافي احصائيه لا يتفوق عليها سوى غوارديولا وانريكو بفارق ضئيل على سبيتلا. تشافي في اول 100 مباراه مع برشلونه فاز في 69 مباراه، تعادل 16 وخسر 15، والان فوز على رايو فايكانو صار عنده 70 فوز في 101 مباراه، مدربين اثنين فقط تفوقوا عليه. بيب غوارديولا في اول 100 مباراه حقق 79 فوز 14 تعادل و7 هزائم، لويس انريكي في اول 100 مباراه 75 فوز 14 تعادل 11 هزائم. بس لاحظوا كمان كل منصف، شوف سكواد بيب وقتها الفريق المرعب اللي كان عنده، وشوف ايضا سكواد انريكي مع لقب دور قرب 2015، وقارن بالسكواد الحالي والوضع الاقتصادي المتدهور لبرشلونه. غوارديولا وانريكي كان معهم مليونير اندريس.